تيدكس. تعرف عنها إيه؟ أقول لك، بس الأول نعرف تيد. تيد هي اختصار لتكنولوجي انترتينمنت ديزاين، تقنية ترفيه وتصميم. تيد هو مؤتمر عالمي بيجتمع فيه المفكرين والمبدعين في الكلمات الثلاثة، الكلمة تيد، وهناك بيعرضوا أفكارهم للناس اللي بتحضر المؤتمر، وبعدها تنتشر في موقع TED.com ويوتيوب لحتى تكون متاحة للعالم كله يشوفوها ويستفيدوا منها. من هنا كان شعار المؤتمر Ideas Worth Spreading، أفكار تستحق الانتشار، علشان الأفكار توصل لكل العالم وما تكون محصورة لمكان معين. قرروا يعملوا تيدكس، واللي هو عبارة عن رخصة من تيد لتنظيم مؤتمر في المدينة أو البلد، زي تيدكس فالكي ستريت، بيجتمع فيها المفكرين والمبدعين والممثلين علشان يعرضوا أفكارهم وأعمالهم للناس، علشان يلهموهم أو يحفزوهم بطريقة إيجابية وتوصل أفكارهم للعالم كله. تيدكس فالكي ستريت، independently organized TED event.